سنين كم اسمع سنين هذا مو مخدع اي معرفه اللي بيع بالشروط راي يضربك راي يضربك سيدي يا صاحبي سيدي عندي يا عمي انا كان اعطيك كما سمعنا البيع ديالو 300 مليون ونص ليني الله يسخر ليهم واش شريف ياهم قال من كل شيء ياهم قال من كل شيء ها هو ديالو ديال عندي زيد زيد حلو قال لي صحتها حتى لا صحتها حتى لا صحتها حتى عندي انا قدامي كي ولا راه خلص ملاحم كما سمعتونا حموده كيبيع الشروط وشروط ديال نص الفلوس عندك تنهار ثلاث لا العود ديالي خلصني ما لا نعطيك رصيد ديال العود ديالي كما سمعتم هنا خذ 300 باش مقطوع 13000 درهم اللي واصلين معاه لحد الان في الرحبه انظر صاحبي شوف انا راه وصلت معاك وين جيتي دورك كاين ما كاينش العبيد عندك 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 جر شويه جر ما يضرب ما يهز الرجل ما كاين حبامه تطول ديك الا كانت غنمشى ديالي كاين وكما كنشوفوا الخوت الخيرات هذه عند حموده عاطينو 13000 درهم حاليا طالب مليون ونص البيع ديالو راه مول مليون وستين راه واكل راه ويسا تا خويا صالح واخا يكون ما نعرفها شنو لا نسيتو بالله لا ما بدوش مشيت ماد مشينا انا ودريت السوق انا كنعطيك جينا معاك عود ونص الفلوس حتى نهار ثلاث نستاهل فلوسي غير تعطيهم ليا ما نستاهلش نعطيك كون تعاودي صلاة على النبي ايوا كون عرفتيه بالسر باللعب خيار وشريت لا كون عرفتيه لا خليتي يجلس لا حتى دقيقة بالله انا هي تنقول لك وبرزق هو الله كاين انا مليون وستين قطعت 300 كما سمعت معايا مليون وستين الخوت اللي معطيه لحد الان 300 البيع ديالو والبيع بالشروط نص اليوم ونص هاد السيمانه الجايه ونعبر معاك ونعطيك الشروط شروط انا خلصت موالي راه وما بدي والي راه كما كنشوفوا الخوت كنحاول اني نبارطاج معكم ان شاء الله العمليه ديال البيع ديال هادي لان كنظن هاد السيد ان شاء الله غادي ياخذوا عاطيه 13000 درهم حاليا بقات بيناتهم 2000 درهم ما بقاش بزاف مول مليون ستين هو وقت كاي راه قال هاد المرات الى 15 نقول شويه
طالع 7 سنوات كما قال 1,000,000 اللي معطيه 1,000,000 13,000 درهم 1,000,000 عطيه مازالين كيتشاوروا معاه لحد الان 13,000 درهم هي اللي كاينه الخوت قاطعوا ب1,500,000 لا 320 صلاة عن النبي 1,600,000 وقفة حداك صلاة عن النبي راك على غير كاينة يا راه تا انت شغلك هذاك تا انت دخلك عندك بقي عندي والله واخا تعطيني كذا وخا لا والو كون كنت وخا لا والو حموت حميد مادي واجي عندي كما كتشوفوا الخوت مازال 13,000 درهم هي اللي كاينه غادي نشوفوا ان شاء الله الثمن اللي غادي يوصل لي باش نبارطاجي معكم اللي راه عندك شحال كذبات البيع في هذا 1,500,000 طالب في هذا 300 كي اللي باين الشروط الشروط ما غاتمشي معايا انا غنمشي معاك واسمعي لا الموسم واسمعي الموسم غاتفضي معايا الثمن واش اللي مشي محمود واش اللي كسيونه لا الموسم لا دو ديك الخلافه تا موجود تخلص فين هذا ياك يبردي فين خمسه فلوس كنسا واللي بردي سنتين 1,500,000 غتعطيني 150 و150 خليان ها نهار ثلاث ركب الراس خلي في دارك خلي مع الخيط ديالك ها العالم كيتسمع الا لقيتي غير مشى ديال الديفو في العود راه ما شاريش مني ايوا راسك هذا هو كلام معقول عجبك العود خرج العود ليه ربطو غتعطيني 150 و150 نهار 3 الصباح بحال دابا غتجيبها لي انا قطعت لهم 320 انت كان عرفك قلت لك 300 صلاه على النبي عجبك 300 جر بلا ما نكتلو بشي هضره ما نزيدو ما نقص انت راسك عندك صاني قالت لي قطع رزق وباع والله العظيم بالله اللي قطع رزق وباع كل ما عرفتش عندي مليح ما نطيحش مع مولاه في الارض ويلي كما كنشوفو الخوت مازال لحد الآن معروف كي تنبر وصلش الثمن اللي باغي حمودة لا ما كاين والو نجي الملاعب قادر نجي يشبع عندك اخوي
باعوا لي انا ثلاثة نبي معاك بشروط، انا خديك النص فلوس ثالث ثلاث ها 320. هذا الدري صاحبي غادي نقول لي 300، انت ما تيجي واحدة انت مع الدري صافي دابا تعين صافا كل واحد غير فولي انا ما كاين ولا انا معاك جرات نيتك ها راه صوت عيط له 20000 صافي 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 صافي